شحاتقرآن.com بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك.
سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى وما آمن معه إلا قليل. حتى نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله Yeah.
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تقم مع الكافرين وهي تجري بهم في موج ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني يا بني ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم، قال لا عاصم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل يا واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال يا نوح إنه
فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط بسلام وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك للمتقين. صدق.
صدق الله العظيم. شحات قرآن.com